السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس عمران الحداد من اليمن. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح الأيقونة الثالثة التي تشبه أيقونة المقلد. هذه الأيقونة تحتوي على ستة بوتونز. البوتون الأول نيو، والبوتون التالي أوبن، والبوتون الثالث سيف، والرابع سيف آز، والخامس كلوز، والسادس ريسنت فايل. البوتون الأول نيو يقوم بفتح تاب جديد لبدء مشروع جديد أو مثال جديد، طبعا معروف. والتاب الثاني أوبن يقوم بفتح ملف أو مشروع تم إنشاؤه مسبقا. هنا أنا أنشأت مجموعة تطبيقات سابقة، مثلا هنا هنا عفوا بايثون كودز، إلى أين ذهبت؟ هنا بايثون كودز، مثلا هنا هذا المقلد مشروع تم إنشاؤه سابقا. عندما نضغط عليه مثلا، هذا خاص بالتي كي انتر بالواجهات تبع البايثون. هذا فقط بس عشان أشرح لكم التاب الخاص بأوبن، أكيد معروف عند الكل. رابعا لدينا مثلا هنا بالتاب هذا، رابعا ثالثا عفوا السيف. السيف يقوم بحفظ المقلد. هنا internal storage، طبعا هنا الدايركتوري تبع الروت، هنا معانا الهوم، مقلدات، هنا اللاست اوبن اخر مقلدات تم فتحه وتم حفظ فيه، هنا select folder new folder. اوكي، عندما اضغط هنا على save اروح مثلا last open مثلا او باي مكان، بعدين اضغط هنا new folder يقوم بانشاء مقلد جديد، اختار الاسم بعدين اضغط create. هنا select folder، select folder يعني اختار اسم، اختار المقلد هذا واعطي الاسم التالي لهذا المشروع، مثلا my first dot by، لازم الامتداد ينتهي بدوت by بي واي ليدل على انه ملف بايثون. اوكي، اضغط سيف. انظر هنا تم تغيير الاسم هنا الى بايثون دوت باي. اوبن لاست اوبند، مثلا هذا هنا مثلا نيو اي شيء. عندما اضغط قلنا سيف، الان عندما اضغط سيف از نفس السيف عندما اضغط سيلكت فولدر، ولكن يمكننا تغيير الامتداد كما في الـ في ايش في الزر السابق، لكن هنا مثلا نيو فايل ماي تكست دوت تي اكس تي ملف نصي، اضغط سيف. اوكي، عندما اكتب اي شيء ملف نصي، عندما اضغط رن لا يتنفذ اي شيء، يعطيني ايرور. اوكي، الان يبقى لدينا الكلوز. الكلوز يقوم باغلاق التاب الحالي الذي يؤشر عليه. اوكي، هنا مثلا كلوز، هنا اذا كان ظاهر عليه علامه النجمه يعطيني هذه الرساله سيف، هل تريد حفظ التغيرات او لا، ريتيرن ولا سيف ولا كلوز. ريتيرن يعود لي الى نفس الشاشه. كلوز يقوم بالاغلاق والغاء يعني ما يحفظ. سيف يقوم بحفظ التغيرات. اذا قمنا به هنا وقلنا بعمل سيف وعدنا مرة أخرى وقلنا كلوز، يقوم بإغلاقه تلقائيا. يبقى لدينا البوتون الأخير هو الريسنت فايلز. ننظر إلى الوقت. أوكي، 4 minutes. الريسنت فايلز، الريسنت فايلز آخر الملفات التي تم فتحها، هذه الملفات التي تم فتحها حاليا. my first calculator my text، عندما أضغط على my first يقوم بفتح الملف التي تم إغلاقه. مثلا إذا
إذا قمت بحفظ الملف ولم أعرف بأي مكان حفظته، أذهب إلى Recent Files وأنظر إلى المسار تبعه. Storage accumulated zero Python codes my first dot py. أوكي أوكي طبعا هذه my recent files للجلسة الحالية عندما تقوم بتشغيل باي درويد للجلسة الحالية عندما تقوم بغلاقه. مثلا هكذا أقوم بغلاقه وأعود بفتحه من جديد وأضغط recent files، تظهر لي الجلسة الحالية والجلسة التي الجلسة الحالية، لكن يوجد ليميت في معنى تقريبا 1 2 3 4 ملفات، آخر 4 ملفات. عندما أضغط مثلا هنا أو أقول له open أي شيء هنا مثلا save as select folder anything .txt مثلا، وبعد ذلك أضغط recent files، انظر إلى هنا تم إضافة الآخر ملف وحذف ما تبقى هنا، حذف ما تبقى من الأخير. أوكي هذا كل ما يخص التاب الثالث البوتون الثالث في التطبيق، ونتمنى يكون الشرح واضح، ونلقاكم في درس جديد. مع السلامة.